بونجور بونجور، لايف جديد. واليوم باش نشوفوا مع بعضنا علاش اغلب الناس اللي تلانسي بروجيات تفشل، على خاطر يمكن ستاتيستيك ما يقولهم لكمش برشا ناس، مي اكثر من 90% من الشركات ولي بروجي اللي يتلانسيو يسكروا قبل 5 سنين. بالطبيعه ما نحكيش عكا لي ديبيتون اللي جوست يبداو من باز غلط نتاع دي بروجي ويسكر ميم العام الاول، واليوم نلاحظوهم غروسو مودو. يا اما تلقى شخص يعيش البرة وجبت فتوفة فلوس حطها على اساس باش يلانسي بروجي ميم با العام الاول ديريكتومون يسكر البروجي، ولا تلقى شكون في تونس ديجا خدم من مصدر كان وجاب فلوس وفجأة يجي يحط الفلوس هذيك في بروجي وفجأة البروجي هذيك كيف كيف ما يطولوش عام، على خاطر الخطر ديما نقولوها راهو سيونس، راهو حتى لي بروجي قبل كنت تنجم تلانسي بروجي بالزهر ينجح، اليوم مستحيل ينجح بالزهر، على خاطر اليوم اذا كان ما تخدمش على قاعده ماكش وحدك في السوق، والناس راهم ولاو عندهم درجه وعي ودرجه معناها ثقافه، نيفو نتاع ثقافه معين اللي يخليهم ما عادش تتعدى عليهم حاجات بازيك كما انت يمكن يخطرش في بالك انه انت تحل بروجي وتبدا سافا تو كومونس تبدا باش تبيع، وفجاه فما حاجات تلميحات في طريقتك في طريقه البروجي كيفاش قاعد يدور يخلي الشخص ما يعطيش فيك كونفيونس باش يتعامل معك. وهذايا علاش؟ على خاطر انت بوتيتخ ما عندكش كولتور انتربريز، ما عملتش ليتود لازمه، ماكش عارف كومون سا سباس. بريف دونك باش يكون لايف هذا سي ان لايف دو بارتاج، هو بريف كنت ماشي للمول ومن بعد بدلت رايي قلت خلينا نحل باهي. دونك معكم علوان عواني، اكسبيري كونسلتون ماركتينغ ديجيتال اي فورماتور، فورميت اكثر من 6000 شخص من 2016 لليوم سواء اونلاين ولا في البريزونسيال، وعندنا اجونس ماركتينغ ديجيتال نكومبانيو الشركات واصحاب المشاريع باش يقويو في الفونت باش يطوروا البروجي ويطوروا في الفونت ويجيبوا اكثر كليونات غاس للماركتينغ ديجيتال. دونك وذايا لايف سريع كالعادة، جيت باش نشوفو مع بعضنا شنو هما أسباب لي زيشيك متاع الناس اللي تلانسي بروجيات، بيان سور نحكي في تونس. جيست اللايف منش عارف اللايف طالع مش طالع، ده كنت تراو في اللايف حط لي يس، كان سافا فما صوت وصورة حط لي يس في كومنتير، كان سافا فما صوت وصورة حط لي يس في كومنتير يا جماعة. هلو جماعة التيك توك، اللايف برانسيبال على فيسبوك، اللي يحب يخلط ويحب عنده سؤال يخلط ديريكتومون على الفيسبوك باجي علوان الاكسبير تونيزيان، سينو على الفيسبوك ابدي والقلوب على الفيسبوك. سي بون فما صوت وصورة، جماعة التيك توك انشط معناها اللايف محلول تيك توك وفيسبوك، جماعة التيك توك اجاو فيسبوك على خطر اللايف باش يبقى لكم مسجل على الفيسبوك، وموال المعلومات اللي باش نبارطاجيها في اللايف تبقى مسجلة على التيك توك، ما نجمش نخلي اللايف مسجل. دونك جماعة التيك توك تنجيزة لللايف على الفيسبوك باش تنجم تلقى اللايف مسجل من بعد. دونك جماعة فما صوت وصورة نعم او لا؟ ميرسي حنان اللي قاعدة تبارطاجي في اللايف. بون ديمانش ميرسي. جماعة فما صوت وصورة سافا، حطونا من وين تتابعوا فينا، من أي مكان تتابعون هذا اللايف. سؤال آخر زيادة، هل عندك بروجي أو تخمم باش تحل بروجي أو عندك فكرة متاع باش تلانسي نهار بروجي؟ كي نقول بروجي مش بالضرورة باش تلانسي بروجي شركة كبيرة، نحكي بروجي حتى تبدأ باش فيسبوك ولا سيت ويب. بون ديمانش ميرسي. من تونس مرحبا، حطونا في كومنتير من وين تتابعوا في اللايف يا جماعة الخير. باهي جماعة التيك توك يجيو فيسبوك على خطر اللايف في الفيسبوك باش يبقى مسجل، على التيك توك ما نجمش نجاوب على أسئلة التيك توك خاطر ما يطلعوش في اللايف من بعد. دونك جماعة التيك توك تنجيزة صفحتي على فيسبوك تلقاو اللايف غادي خاطر يبقى لكم مسجل من بعد. دونك بونجور ميرسي حنان على البارتاج من بكري. دونك شكون فيكم ديجا بدي بروجي ولا عنده بروجي ولا يخمم باش يلانسي بروجي حط لي رقم 1 في كومنتير، البقيه اللي جايو توا مرحبا بكم، حطونا في كومنتير من وين تبعوا في اللايف.
30 سكوند 30 سكوند استنى لو ماكسيموم يجاوبوا على السؤالات في اللايف ونبدا 30 سكوند ماكسيموم. جماعه التيك توك يجاو فيسبوك اللايف راهو محلول على الفيسبوك خاطر باش يبقى مسجل. بونجور من قالطه مرحبا بك. البقيه من وين تبعوا في اللايف؟ من اين تتابعون هذا اللايف؟ دونك نبداو باول بروبليم تسبب في فشل لي بروجي في تونس. ونعاودو نقول كي نقول فشل لي بروجي راهو تبداش ملانسي صفحه انستغرام ولا كونت تيك توك. راهو اليوم برشا ناس راهم قاعدين يخدموا على تيك توك وعلى انستغرام وعلى فيسبوك ملانسين دي بروجي هوب ما يفوتش ل 12 شهر. هذاك علاش كي نقول راهو مشاكل لي بروجي من سفاقس. مرحبا بك محمد امين. دونك نقول فشل لي بروجي راهو مانيش نحكي على بالضروره عندك ان غران بروجي راهو حتى بروجي بسيط ما يبداش على باز صحيح راك سي بون باش تطيح ما باش تطيح الله غد. جماعه نحب نرى لو ماكسيموم تفاعل في اللايف وبارطاجيو اللايف زاد لو ماكسيموم مع اصحابكم. دونك اول بروبليم تسبب في فشل لي بروجي ماهيش بروبليم تقنيه اصلا. بروبليم ليي للبروفيل انتربرونور. هذاك علاش ديما نحكيو انه البروفيل انتربرونور مهم. ترى جاوبوني على سؤال، هل باش تكون انتربرونور ناجح تتولد عندك المهارات هذيك ولا تنجم تكتسبها؟ خاطر هذه ديجا نتصدم ساعات في لي فورماسيون بريزونسييل كي نسمع ريبونس. هل باش تكون انتربرونور ناجح تتولد بيهم المهارات هذيك ولا تنجم تكتسبها تنجم تتعلمها؟ جاوبوني في كومنتير. جماعة التيك توك يجاو لايف الفيسبوك خاطر لايف الفيسبوك يبقى مسجل من بعد نجمو تعاودو ترجعو تشوفو المعلومات. على التيك توك نسكر لايف التيك توك يختفي. هذاك علاش جماعة الفيسبوك جماعة التيك توك يجاو للفيسبوك نفس الاسم على التيك توك. دونك جاوبوني مهارات انتربرونور باش لانسي بروجي باش تنجم تنجح بروجي، هل هي مهارات نجم تتولد بها ولا تنجم تكتسبها؟ محمد امين تكتسبها بيان سور. البقيه جماعه ماهوش نتفليكس راهو، فما جماعه يعرفوني راهو كي راه الناس مش تتفاعل المعلومات ديجا نعرفهم نجم ببساطه نسكر اللايف ونمشي نعمل تحويسه للمول كيما كان بريفي البروغرام. المعلومات اوريدي ديجا نعرف. دونك كان مش في بالك تتفرج في نتفليكس وجاي لنا ها هي تتفاعل، يا اما باش تجي تشارك فريمون باش تعيش اكسبيريونس او موا هو لايف ماهيش فورماسيون بوسي. خاطر كان جيت في فورماسيون بوسي راك تخدم بالسيف عليك. بغيت دونك حاجتي بالناس او موا تشارك معناها ماهوش عسلامة نادر شحوالك. تكتسبها بيان سور تنجم تكتسب. اوكي بارفي فرحتوني معناها هاني مع الاشخاص المناسبين في اللايف والفيسبوك. بي دونك تنجم تكتسبها اي مهاره تنجم تكتسبها. هذاك علاش كي تجي ديجا باهي انك تخمم انه هي مكتسبه يلزم تعرف انه مشكل الكونتابيليتي والماركتينغ والفينانس والكوميرسياليزاسيون والريسورس هيومين هذيك هي الحاجه اللي تكتسبها. نو سبب لي شيك سبب فشل لي بروجي هما الساعه جايين من حاجات من البروفيل انتربرونور. لو بروفيل نتاعك مازال ماهوش مخدو كيما مثلا ناخذوا البريز دو ريسك انك ما تاخوش برشا ريسك. فما نيفو معين صحيح ما فماش عبد في العالم ينجم ياخذ 100% ريسك ما فماش سينو يولي مهبول. اما فما درجة معينة اذا انت تحتها ما تنجمش تاخو ريسك ما تنجمش تلانسي بروجي على خاطر انت اصلا كي تلانسي بروجي سي نفس نشبهوها بالسباحة في البيسين. راو كي تلانسي بروجي تغطس في بيسين والدنيا ظلام تعرف انه انت نجست في الحافة هذية ونجست في البيسين اما الحافة الاخرى ماكش ترى فيها ومع ذلك ممن انه انت باش توصل. هو البروجي اون جينيرال هذي اسهل تشبيه نجم نجيبه لكم. البروجي اون جينيرال كيما تنجز في البيسين في الظلام باش نجز في البيسين تعرف انه فما حافة من غادي راك باش توصل لها اما ماكش ترى فيها. الناس اللي ما تاخوش ريسك يقف على الحافة الاولى يقول زعما نجز وشكون قال فما بارتي من غادي نجم نطلع منها. هذا هو النيفو نتاع البريز دو ريسك. هذا هو البروبليم نتاع البريز دو ريسك. اذا ما عندكش مينيموم تاع ريسك بلس ان مينيموم تاع ايمان بروحك ماكش تلانسي اصل. هكا علاش ديجا
لو فيت انه عندك فكره مشروع وتخمم الواحد ديجا سي بيان، مي اكثر من 1000% من الناس اللي يحبوا يلانسيو مشاريع ما يلانسيوهاش اصلا. علاش؟ وما يمشي في بالهم انه مشكله فلوس. ماهيش مشكله فلوس، لا، هي البروبليم تاع البروفيل نتاعك، هكا شويه الوهجه ذيك، المونك نتاع البريز دو ريسك هذيك. علاش؟ كي تعرف روحك انت عندك مشاكل من نوع ذايا، يلزمك ترونفورسي شخصيتك، تخدم سالاري ولا تغبط طال ولا ما نعرفش تحب باش تلانسي بروجي، تعرف روحك عندك مشكله نتاع الخوف من الريسك. اول حاجه تعملها ترونفورسي شخصيتك، تخدم على شخصيتك، تخدم على لي كومبيتونس انتر بيرسونيل، باش على الاقل تولي تطلع شويه الكونفيونس في ليفل اخر، تولي تقول برا اصدم ما فما غير اصدم، برا اصدم تاع نصدم كيف. دونك اول بروبليم تسبب في اشاك المشاريع هما لي كومبيتونس، لي بروفيل انتربرونور، لو بروفيل نتاعك تاعب. وحسب رايكم شنو ما اهم لي كومبيتونس اللي يلزم، اهم الصفات اللي لازم يكونوا في انتربرونور باش ينجم يافونسي بالبروجي نتاعو؟ تراحطوا لي في كومونتير حسب رايكم شنو ما اهم الصفات اللي يلزم يكونوا عند انتربرونور. ولنا راني لا نحكي لا فينونس ولا كونتابيلتي ولا جيستيون ولا ارهاش ولا ماركتينغ، تكيهم على جنب هذوك نتا نجيو في اخر اللايف هذوك. حسب رايكم شنو هما الحاجات اللي في البروفيل؟ خاطر كي يجيني حد، خاطر ساعات هذه اكثر فاس سورتو في الصيفة، ضرب اثنين جاني تليفون، بربي نعيش في المانيا وعندي 100,000 اورو باش نحطهم في بروجي، زعما ينجح ما ينجحش سي نيمبورت كوا. مع عباره واحد جاي يقول لي راني عندي برشا فلوس، اسكو هل انه يكفي عندي برشا فلوس باش ينجح البروجي؟ الاجابه هي لا. الاجابه هي لا. اغلب البروجيات اللي قاعدين يطلعوا اليوم وترى فيهم او بدينا على تيك توك، يبيع في دبش، يبيع في الحلو، يبيع في الواحد، وترى ميم با ويبيع في العسل، وظهر لي ريتو معناها لي زيكزامبل عادي، يعني من دي بروجي كي من هكا كبروا، اما كبروش بالزهر. وفما اللي غيرهم بدا شوي ما تمشي شاي سي انتيليجونس ايموشنيل. اوكي امين برافو. حسب رايك جماعه التيك توك لايف راهو فيسبوك، جماعه التيك توك سيلفو بلي اجيو اللايف على الفيسبوك، على خاطر اللايف على الفيسبوك مسجل، ما نجمش نخلي اللايف على التيك توك. جماعه التيك توك اللايف على التيك توك يتسكر، لايف التيك توك يختفي، يجيو على صفحتي على الفيسبوك علوين الاكسبير تونيزيان، او نكتب علوين الاكسبير تونيزيان تطلع لك، اوموا اللايف غادي تراو التفاعل وتراو الاجابات واللايف يبقى مسجل. هذاك علاش لي لايف بلو بوسي نعملهم فيسبوك باش يبقاو مسجلين. دونك يجيو فيسبوك، عنده ثقه في روح، برافو. البقيه حاجتي بالبقيه جاوبوا زاد شنو ما هما المهارات، المهارات اللي يلزمهم يكونوا موجودين في انتربرونور باش ينجم يافونسي. مرحبا مرحبا عبد القادر، باش ينجم ينجح البروجي نتاعو. اوكي عنده ثقه في روحه، انتيليجونس ايموشنيل، كريم ثقه في النفس، فن المخاطره، برافو. البقيه هذه الباهي في اللايف فيسبوك كل شيء يبقى مسجل، عرفت؟ حتى لي حتى لي كومونتير نتاع زملائكم تلقاهم مسجلين، معناتها تنجموا تستفاد. البقيه اي شنو هما لي كومبيتونس عبد القادر؟ شنو هما لي كومبيتونس؟ ظهر لي في التيك توك يلزمني نكتب لهم انه اللايف على القادر يتعلم. اوكي جماعه التيك توك اجاوا على الفيسبوك، هاو باش نكتب لكم، ظهر لي في ستيكر لايف راهو على الفيسبوك. جماعه راهو على خاطر نحب اللايف يبقى مسجل، نحب اللايف يبقى مسجل باش الناس تستفيد من بعد، خاطر حليت اللايف ما غير ما نقول. نظره استراتيجيه، برافو كريم. الثقه بالنفس والتوكل على الله، اوكي. فيزيون دو لافونير، اي باهي فاطمه. كومينيكاسيون، اي صحيح 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 كومينيكاسيون. تعرفوا علاش نفرح كي ريت كومينيكاسيون؟ سبب مشاكل التوانسه، سبب مشاكل التوانسه في البيزنس وحتى في العلاقات الشخصيه الكومينيكاسيون. الغرام اميره، الغرام نعم ولا، خاطر اميره شوف اميره ساعات مش بالضروره انك تحل بروجي بالغرام. اميره سيبوزي ناخو اكزامبل، اميره انجينيور انفورماتيك تعرف تصنع سيت ويب وابليكاسيون موبيل، اما اميره ما تحبش الانفورماتيك، اميره معرسه وعندها ثلاثه صغار
اكزامبل راهو ما نعرفش ما نعرفك الشخصيه يعني. اكزامبل اميره معرسه وعندها ثلاثه صغار وتعاون زيد في الفامي نتاعها بوها وامها ودارهم. دونك اميره يلزمها كل شهر تجيب ان مونطون اكزامبل نتاع 3 ملايين باش نجم تكفي صغارها وفاميليتها. اميره تلوج على بروجي فيه غرام صفك. اميره ما عندهاش شوا يلزمها كل شهر تجيب 3 ملايين. اما اميره تعرف تصنع دي سيت ويب ودي زابليكاسيون موبيل اللي هذوما ينجموا يجيبوا لها 3 ملايين في الشهر بالصيف. هل اميره لنا باش تلقاها زعما شنو هو البروجي اللي فيه غرامي؟ نو، باش تلقى روحك تخدم وتجيب فيهم الفلوس بالصيف عليك كونتر بارونتيز ا فورس دونجاجمون بيرسونيل. معناها دونك صحيح الغرام باهي، اما مش في لي سيتوياسيون الكل كي تبدا من الفاضل في الكونفور. اما من الاول اذا كان عندك دي زونجاجمون ايل فو ميو. اوكي جماعه بارطاجيو اللايف زيادة مع اللي تعرفوهم عندهم دي باج فيسبوك ولا غيره. الوصيه حتى كان بادي صعيب التوصيل والمتابعه، توصيل المتابعه برافو ازدهار، برافو برافو تك تك تك. البقيه شبيه ما همش شير. دونك برافو، دونك غروسو مودو فهمتوا توا ديجا، مانيش باش نعاود نقولهم، خليهم في اللايف مسجلين خاطر باغ حتى ريكونيسونس للناس اللي جاوا، خاطر اللي قلتوه الكل صحيح ولي كومبيتونس هذوك لازم يكونوا موجودين في كانتربرونور. اذا ما عندكش اناليز داتا والله خليها على جنب، ريت الحاجات التقنيه ما حبيتش نذكرهم، خاطر سبب فشل لي بروجي في تونس اباز من الاول هما دي كومبيتونس بيرسونيل. الشخص ما عندوش ثقه في روحه، ما يعرفش يحكي مع الكليونات. تصور انت لليوم فما عباد ران ساعات يوقفوه بالحق، ساعات يوقفوني عباد يبداو يسالوا فيه ما عرفش يحكي. ما عنديش مشكله انك ما تعرفش تحكي، ماهيش سا البروبليم، المشكله انه انت مش في بالك انه انت طياره على الاخر، هذه هي المشكله. يعني هكا نحكي في لايف، اما كان جيت نعمل في ريونيون مع كليون فما طريقه اخرى باش نحكي مع كليون في وسط بيرو، فما طريقه اخرى باش نعمل ريونيون مع 10 من الناس نتاع ايكيب نتاع شريك، فما طريقه اخرى باش نعمل ريونيون بالتليفون ونحكي فيها جو سي با بريزونتي ان سيرفيس ولا نحكي على المشروع نتاعي، فما طريقه اخرى كي نقابل حد بالصدفه في الشارع ولا في بلاصه عندي حاجه اسمها اليفاتور بيتش يلزمني نتعلم كيفاش نعمل بيتش اليفاتور باش نجم نحكي بالباهي. دونك يقول لك حد راك ما تعرفش تحكي في البروجي نتاعك ما يلزمكش تاخذها شخصيه، اعرف انه فما مهارات انت ما تعرفهمش ما علمهم لك حد، اما زيدك مش تبقى مصحح راسك انه لا نعرف نعرف. ساعات فما عبد ما نعرفش الطون، ساعات تحس معلم انت بالطريقه ذي باش تخلي عبد تشري من عندك. اتونسيون معلم، اتونسيون معناها فما. دونك هذيك علاش تعرف تخطط تنفذ اوكي كومبيتونس تخطيط زيد كيف كيف. دونك ساعات كي نذكروا احنا ثقه بالنفس كومينيكاسيون هذوما حاجات مهميه معناها مهمه لاقصى درجه. ما كيفاش تحب تتعامل مع ايكيب وانت ما عندكش ثقه في روحك؟ تيكاورو بي كونتر بارونتيز معناها باللونجاج التونسي كاورو بيك اللي كيبدا كاورو بيك اللي يمشيوك على هواك وما تمشيش الخدمه فهمت. دونك يسمعوك الشركات. عبد القادر اش معناها سؤال؟ دونك فهمت النقطه معناها اذا كان جيت هذاك علاش المره الجايه بداو لاحظوا زياده بداو ركزوا تطرق قداش من واحد عنده فلوس ويحل البروجي يفشل. قابلوا الشخص هذاك بالحق، قابلوا اسمه وجاي نحكي لكم من قلب المارشي معناها ما كومباني اكثر من 500 انتربرونور في كارير. قابلوا اسمه بالحق، فما حاجات دي كومبيتونس بيرسونيل اللي الشعب ماهوش معترف انه هو ناقص فيهم. هذاك علاش البروفيل انتربرونور هو النقطه رقم واحد. من بعد نجيو دي ليفل اخرين الصبر. فما شكون حال البروجي، اي شخص يحل البروجي هدف رقم واحد انه يدخل منه انه الفلوس، يحب يدخل فلوس يحب يدخل فلوس لي شيك رقم واحد البروجي سير باش يفشل، سير باش يفشل. صحيح يلزم يدخل البروجي فلوس، اما اي بروجي لازم عنده ميسيون. ثم شركات يعملوا اكسبرتيز في الخدمه نتاعهم. وي 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 الجماعه اللي جاوا جدد على الفيسبوك حطوا لنا من اي ولايه تبعوا فينا، وكان عندك بروجي ولا عندك حاجه حط لنا في حط لنا صفحه الفيسبوك ولا الانستغرام يسال يعني فرصه للبوبليسيتي على الفيسبوك ما نعملهاش ديما. تك تك
لازم تعطي قيمه للي تعمل فيه. وي الفالوريزاسيون لازم تعطي قيمه للي تعمل فيه. هو ذا غروسومو دي هي مهاره الفونت. فما شخص ما عندوش ثقه في روحه ينجم يعطي قيمه للي يعمل فيه. هذاك علاش ديما نرجعوا بروفيل انتربرونور. اذا ما تخدمش على البروفيل انتربرونور اون جينيرال صعيب ياسر تافونسي بالبروجي. الا 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 اذا كانك شخص عنده في مخه الاسبري هذي. فما ناس نعرفهم اما يلزم يكون عندك فلوس. فما ناس نعرفهم يقول لك نعرف نصنع هذي نعرف نصنعها اما وقتي في مين بارشا نعمل فيه حاجه ما خير. خلي شكون يصنعها نعطي لشكون يصنعها ونخلصه. ذوما غروسو مودو هي عقلية انفستيسور. فما عبيد من الصغرى تلقى بعقلية انفستيسور. ذوما عقلية مستثمرين وعنده فلوس ولا ما عندوش فلوس يخمو ديما هكا الناس من نوع ذا. وتلقى حتى ما عندوش فلوس يتسلف ويخلص شكون باش يعمل رغم انه ينجم يعملها. هو طريقة تفكير. انا من بنعروس مرحبا يا عبد القادر. البقية لو اي هلو البقية حطونا في كومنتير من وين تبعوا في اللايف. الفيسبوك اللي على لايف الفيسبوك وخطر مسجل. من وين تبعوا في اللايف؟ دونك باش تحل البروجي ونيتك رقم واحد تدخل فلوس تك يلزم عندك ميسيون للبروجي. كما تعرفش معناها ميسيون دو بروجي راجع روحك. ارجع حتى لو كان عندك صفحة فيسبوك تبيع في الحلو حتى لو كان عندك كونت تيك توك تبيع في الدبش. بروجي ما عندوش ميسيون راهو باش يسكر. بروجي ما عندوش ميسيون راهو باش يسكر. من القيروان مرحبا بك. تونس الياس مرحبا. البقية حطونا في كومنتير من وين تابعوا في اللايف من اين تتابع. جماعة التيك توك اجاوني على صفحة الفيسبوك خاطر اللايف غادي يبقى مسجل باش نجموا ترجعوا تستفيدوا منه. قيروان سوسة مرحبا. البقية من وين تابعوا في اللايف. اسمي على الفيسبوك نفسه اسمه على التيك توك يا جماعة. سوسة مرحبا. البقية من وين تابعوا في اللايف. دونك واضح بروجي لازم عنده ميسيون ماهوش جوست جاري على الفلوس. نابل مرحبا ألفا. تك 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 نجي وتوا الكومبيتونس أخرى تسبب في فشل المشاريع. شكون فيكم لحظة أبش نعطيكم الإكزامبل جوست بشتاء. شكون فيكم ساعات يبدأ حاجة نافح يبدأ هيك موتيفي على الحاجة موتيفي على السبور موتيفي باش يعمل يدخل في كلوب نتاع موسيقى موتيفي باش يدخل يعمل كلوب ما نعرفش نتاع زغوين تونس مرحبا. سوس مرحبا. البقية حطونا في كومنتير من وين تابعوا في اللايف. باش يكون فيكم كيبدا نافح على حاجه نافح على سبور نافح على تطييب نافح على ما نعرفش شنو ويبدا الحاجه وما يكملهاش ومن بعد يشوف حاجه اخرى نافح عليها. انا قبل حليت مشروع ما مشيتش لكن بعد عرفت اللي البقعه مستحيل ينجح فيها مشروع. اي مثلا كنت نجم تستبقها انت صحيح قبل لو كان جيت تعرف انه فما حاجه اسمها بلان دافير ويتي دو مارشي ويتي دو بروجي تخدم قبل. شكون فيكم يبدا نافح على السبور يبدا شويه ومن بعد يحبس نافح على تطيب ما كانش يطيب في الدار يولي طيب ومن بعد سي بون طير له نافح يولي لوش حاجه اخرى. شكون فيكم عنده لو كومبورتمون بسيكولوجيك هذا خاطر هذايا نورمالمون 90% متوانسة عندهم الكومبورتمون هذايا. تبدا نافح على حاجة تبدا فيها تجربها شوي من بعد نشوف حاجة أخرى سي بون طارت لي النفحة نشوف حاجة أخرى. شكون فيكم عنده منها الكومبورتمون هذايا؟ اللي عنده منه الكومبورتمون هذايا يحط وي اللي ما عندوش يقول نو. غشوني قالوا لي البقعة باهية أتنجيوهم لي كومبيتونس تكنيك باش تنجح البروجي عبد القادر اللي نورمالمون كان اللايف هذا عملته قبل ما انت تحل مشروع راك تفاديت المشاكل. سينو البقيه شكون فيكم عنده هيك النفحه تاع يبدا حاجه ومن بعد يمشي يشوف حاجه اخرى. سبور يبدا سال دو سبور يدخل شويه ومن بعد يبطل. نحكي على كن من داخل عرفتك النفحه من داخل. وي نو فما روتار في لي ريبونس اوكي وي نو جماعة التيك توك اللايف راهو على الفيسبوك يجيو على الفيسبوك ومعانا باش يبقى اللايف مسجل ليكم بعد عودوا تستفيدوا منه. صفحتي على الفيسبوك علوان الاكسبير تونيزيان. ادخل فيسبوك اكتب علوان الاكسبير تونيزيان تلقى اللايف على الفيسبوك ويقعد مسجل باللي ريبونس بكل شيء. اي صحيح وي نو بي دو توت فاسون ماهوش عيب انه يكون عندك الفازه هذيك. اني بيدي عندي منها وقعد نخدم عليها
وليت خير من قبل ما هوش عيب. لكن 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 اذا كان انت مكن نوع اللي يسلم فيسا عالضربة يسلم عالضربة يسلم بدي بش يتعلم جيتار مثلا مش في باله من السيونس الاولى بش يولي عازف طيارة، بدي بش يتعلم سباحة مش في باله من اول سيونس سباحة بش يولي الملولي، بدي داخل في السال دي سبور مش في باله من اول سيونس بش يولي يعمل ميوسكل اكسيتيرا. اذا من نوع ذيك اللي عمل الضربة الاولى حسها ما طارت النافعة تك اللي يسلم فيسا، مستحيل انك تنجم تنجح بروجي. تعرش علاش؟ لانه ها باش نصدمكم، كي تحل بروجي انت ما تعرش شنو جايك، دونك بديهي جدا انه فما مشاكل باش تصير. هل المشاكل اللي باش تصير ما عندهاش حل؟ لا، فما 100,000 واحد قبلك حل بروجيات وصاروا له مشاكل وسلكها وكم. دونك شنو هو اللي خليه يكمل وشنو اللي خليك انت ولا غيرك ما يكملش؟ هو اسكو باش تشد صحيح ولا ما تشدش صحيح. كانك من النوع اللي يسلم فيسا تعاود ترجع تخدم على الكونفيونس، خاطر اللي يسلم فيسا بروبليم استيم دو سوا، ما تقدرش ماكش مقدر روحك كونفونابلومون، ما تعرفش روحك اللي انت ريال مو تنجم توصل. دونك انت ما عندكش تقدير لذاتك في ليفل معين، دونك تسلم فيسا. دونك تخدم على الاستيم دو سوا اوتوماتيكمون تطلع الليفل هذاك. اوكي بيرسيفيرونس اكزاكتومون لو اي هذاك. علاش ديما نرجع المهارات الاساسيه بروفيل لونتربرونور، بروفيل لونتربرونور هو السبب. دونك تسلم فيسا ما تطورش روحك، هذه ديجا هذه فازة من تو تفكروها. عندكش نعاود نقولها، عندكش كونت تيك توك تبيع في الدبش، عندكش تبيع في الحلو، تبيع في نعرف شنو، ما تطورش في روحك راك باش تموت. وخاصة تو في الموند نتاع الديجيتال ولا ريتم اكسيليري رابيد على الاخر، راه في لحظة انت ما نعرفش. ناخذ اكزامبل الناس اللي تبيع في الدبش، لاندستري تكستيل كيفاش تضربت في تونس. هي الاندستري تكستيل قبل كنت من اغنى العباد في تونس، اليوم ما همش الاغنى هما الاندستري تكستيل. علاش؟ على خاطر سي بون وليت فما ماكينات صغار تنجم تخيط بيهم، وليو فما ديزاباري صغار البرودريف ماكينات صغار باش تطبع عليهم. قبل لا معلم لازم تهبط ماكينات بالمليارات، راه باش تعمل طبعه على التيشيرت ولا باش تخدم برودوري على الواحد قبل كانت بالمليارات. يا دونك لازم تكون لابس عليك توا، لا فجاه تك فجاه فما دي سيت اون ليني تحط له الارتيكل اللي تطبع لك في الصين ويجيك تك تك. فما برشا كومبيتونس ما يقراوهاش كان بعد الاربعين. عبد القادر بوصليح مالوغوزمون هذاك علاش نعمل في السونسيبيليزاسيون ونهبط يعني في الفيديوهات والواحد، خاطر فما عباد ما يعني للاسف تبدا تتندم في عمر الاربعين والخمسين. علاش توصل الاربعين والخمسين باش تبدا تتندم على حكايه هذيك؟ وفما اللي في الستين والسبعين زاد ما احكيهم. دونك ما تطورش روحك راك باش تموت. العالم يجري ديما تفكر هذه كيف ترقد في الليل، كي ترقد في الليل اكل الوقت نتاع النوم نتاعك صاروا في دي شانجمون في الخدمه نتاعك والموندو نتاعك والبزنس نتاعك، حتى كان انت ما تحبش فما دي شانجمون صار. لي شانجمون هذوكم ينجموا يمسوك ديريكتومون، تنجم تصير انوفاسيون في حكايه، تصير تبديل في حكايه. خدمتك بازيل كل على فيسبوك، تنجم تقوم غدوه الصباح يقول لك الدوله التونسيه تمنع الفيسبوك قانونيا في تونس، ايش عملت؟ اللي هي حاجه نجم تصير. قاعد تخدم عندك حاجه هي سر مهنه، تقوم غدوه الصباح تلقى لي روسيت هبطوا الكل على الانترنت، فما شكون في غوانتانامو هبط لي روسيت من غاد اللي انت مش في بالك سر مهنه، بام مشيت تزمر سيري كامله نتاع ريستوراسيون مشيت تزمرتو. هذاك علاش كي ما تطورش روحك، كي ماكش ديما في تطوير مستمر، ماكش ديما في تطوير مستمر اوتوماتيكمون باش يطيح. كان عندك بروجي راهو باش يفشل سيو. هذاك علاش ديما نقول راهو مهارات بيرسونيل. نتعدى للتكنيك توا، نجيو للتكنيك. اوكي طولت في المهارات بيرسونيل على خاطر اغلبهم بروبليم مهارات بعد الخمسين ما تنجمش تدارك زحم زعمة. حمدي سيناء تبديش في الثمانين ديما تنجم تدارك في الدنيا ذي، تبديش في الثمانين وريت رانيا راو بتيت خاني خاطر ننفستي بارشا في كوتشينج وفورماسيونات ناس تفورمي فيها من برا، ريت عباد وريت لي زيكسيبسيون الكل، ريت اللي
متدمر من جميع ما عائليا عاطفيا والكل، ويعاود يقوم في السبعين وفي الثمانين ويعاود يبني حكاية من الزيرو، والحكاية كلها معناها الهدف منه تحقيق ذات، معناها عرفت خاطرك تقول لي واحد في الثمانين بيني انتربريز وماشي وياخو في قرض ويعمل في كذا، باش تقول لي باش يعمل بهم فلوس؟ فما ناس تجري على تحقيق الذات. دونك ما ما تخليش في مخكم كرفليكس متاع والله كبرت في العمر ما عادش نجم اكسيتيرا، نو انساو هالرفليكس هذاك، فهمت؟ لازم تكون مواكب ديما ديما ازدهار. لازم عندك في النهار على الاقل 4 نص ساعه 4 درج نص ساعه تعمل فيهم ميزاجور وتشوف تقرا كلتي تشوف اش قاعد يصير. سمعت بالانتيليجنس ارتيفيسيال اوكي تنجم تمسكش اليوم الانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تجيك بعد 6 شهور، بعد 6 شهور مش تجي تفلس تبدا انت بالع في ما نعرفش قروض وخلاص خدامه وخلاص غيره تلقى روحك بالع. هذاك علاش الكومبيتونس هذيك مهمه اوبليغاتوار في الاخرين الكل تنجم ترقى. مهارة انك تتعلم مستمر اوبليغاتوار كانك صاحب مشروع، راه في لحظه تيح في لحظه خدمتك الكل بازي على لايف تيك توك، في لحظه نجم يختفي تيك توك غدوه الصباح. اي ماكش محضر روحك انت لانه يختفي، ماكش محضر روحك ما اسمكش انتربرونور وقت. نجيب تاع لي كومبيتونس تكنيك تاع هذوكم لي كومبيتونس بيرسونيل واضحه تلتوا جوست حب الراء. واضح واضح ولا مش واضح جماعة في الكومنتار؟ تحب راه واضح واضح واضح. وارجو زيد اقراو لي كومنتار. ربي يوفقك. ميرسي سينا، ربي يوفقك انت زيد على كلامك. واضح يا جماعة حطوا لي في كومنتار واضح واضح. نعم او لا، نعم او لا، نعم او لا. في كومنتار، في كومنتار. واضح 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 واضح. الارادة والعزيمة هي اللي تخليك تطور من روحك. العلم ما عندوش عمر. صحيح كنزا اكزاكتومون. حطوا لي في كومنتير واضح واضح واضح. ويلو اي اوكي واضح الياس اوكي مافي. السلام عليكم، مرحبا يا مروه. البقيه 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 واضح. زعما الثقافه نتاع التونسي ممن بالكومبيتونس هذا. عبد القادر ذي الجو وين ذي الجو ذي الجو كيفاش طلعت يعني تك تك كيفاش على وين الزرف؟ شوف باش نجم تعمل كارير انه انت تتعرف على تونس كامله مينيموم يلزمك بين 7 و12 سنه في نفس الدومين. كيفاش علوين تك زرف في اقل من 4 سنين به اللي هي الثغلاوية. البيزنس مات، البيزنس مات حساب. اين الناس اللي فورميتني وعلمتني علموني علوين ما دامك تطور في روحك وتقرا ليل ونهار؟ نعرف اللي اون جينيرال العباد مثلا في تونس ولا في العالم تقرا كتاب واحد في 6 شهور. ان في الشهر نقرا 4 كتب. كل جمعه يلزمني نكمل كتاب، كل جمعه نكمل كتاب. هو تشالنج، تحدي خاص بيني وبين روحي. كل جمعه نكمل كتاب ما يخليني اوتوماتيكمون عباره عندي يمكن 5 دبلومات كي تحسبهم في عمري الحالي، عباره عندي 5 شهايد معناها ليكيفالون تاع 5 دبلومات في فاكولتي. هذيا الناس اللي علمتني علموني انه البيزنس مات. في وسط فورميل البيزنس انت صاحب البيزنس، كل ما تطور روحك وتطور مهاراتك وتطور علمك اوتوماتيكمون البيزنس نتاعك يطلع. دونك نجي لسؤالك عبد القادر، هل التوانسه وثقافه التوانسه يمنوا ما يمنوش؟ الجو هو لنا. الدنيا ما تعطيكش على خاطرك عندك جنسية تونسية ولا عندك جنسية مش تونسية. البيزنس ما يعطيكش على خاطرك تونسي وعندك ثقافة تونسية ولا ما عندكش. البيزنس يعطيك كان طبقت قواعد البيزنس. هذاك علاش نقول فيه في اللايف سوا تطبق تو تتفادى فشل البروجي نتاعك مالغري يظهروا حاجات بساط. اما توا باش ندخل في التكنيك شويه خاطر بكري نعطي فيهم برشا باش يتلفوهم لي كومبيتونس بيرسونيل. اما صدقوني 99% من فشل لي بروجي جاي من كومبيتونس بيرسونيل. عباد ما تطورش بروفيلها، مش في باله تولد كيكا يعرف ولا جايبها خاطر تلقاها شويه ماخو شويه على ولاد حومته اللي يحس روحه متكلماني على ولاد حومته ولا بنت حومته. يمشي في باله سي بون بما اني واو هكا 4 عباد هذوكم معناها اي سي بون نجم روح. لا حبيبي مش كيكا معلم، بيزنس عنده فورميل. دونك عبد القادر نرجع لسؤالك، التوانسه عجبو يطبق قواعد البيزنس تاو ينجح، ما عجبوش ما يحبش يطبقهم، اكيد فما 4 كعبات باش ينجحوا وحدهم في تونس. وهذاك هو اللي صاير راهو، هذاك اللي صاير. ما فما حتى واحد في تونس ناجح بالزهر. ما فما حتى واحد ناجح في تونس بالزهر، سيختو توا بعد السيستيم الجديد نتاع تنظيفك القدم اللي كانوا تبع لي فورميل. وي اكزاكتومون. فا
فهمت؟ مات مات البيزنس، مات البيزنس، مات تحب المات ولا ما تحبوش البيزنس، عملية حسابية تعمل كذا توصل للنتيجة كذا بوان فينا. ماهيش مش ياسر مش ياسر بالتفلسيف معناها. اونتربرونور ما يعرفش يحكي باللي يجي نعطيه لك، يجي نعطيه لك توا سيدي. تقعد انت مع جماعه عندهم مشاريع، تصور عجوز باش نعطيه لك الفازه نتاع قارين الكتب باي. عندي 100 سنه وين نهبط اقرا كتب في الدومين، على الاقل اقرا في الدومين. قعدت مع جماعه بظهرك انت قعدت في القهوه ماشي بحذا صاحبك ولا ماشي بحذا صاحبتك، بالظهر تلقاهم قاعدين جروب كامل والكلهم عندهم دي بروجي، معناها فما دي زوبورتونيتي تنجم تجيك بما انه قاعدين الكل في القهوه لا ماجورتي عندهم دي بروجي، معناها فما فرصه نتاع بيزنس اللي كنتي تنجم تعمل علاقات. انت ما تعرفش تحكي، تعرف تحكي كان حاجه واحده، تعرف تحكي كان على الماتش البارح اش صار فيه، ريتو الماتش والله وكريستيانو وميسي عملوا. هل تتصور جماعة البيزنس بالله بيجوز، هل تتصور جماعة بيزنس اصحاح يهمهم هما في كريستيانو بالله؟ تصور يحطوك في طاولة تقعد تحكي كان على ماتش الكورة اش صار فيه. ماهوش عيب انك تقول ما نعرفش، اما العيب انه انت بالحق تتحط في موقف في منهك هذاك، علاش ما تتغرش بالقعدات الكلاسي ولا تقعد بنية تقعد تحكي كان على المكياج وهي ما عندهاش بروجي ميكاب، معناه من اصل عندك بروجي ميكاب والله صح تقعد والله يريد جورجينا كيفاش والله يبتديك هند صبري شنو لبسه شنو الروب نتاعها يتفتق معاش. تصور تقعد مع دي فام دافير ما راهو ما تسمعوهمش لي ديسكور هذوما راهو باي ذا واي، راهو كان فما حاجه طلعتني وخلتني عملت المعارف اني من عامي الثاني حال اجونس ما نعرف حد ما عندي حد في الفامي عمره حال البزنس، من عامي الثاني نتعامل مع دي جرون جروب في تونس. كان فما حاجة نقضتني هيش عندي لنا خاطر كي نقعد معهم في قاعدة نحكي معهم في نفس الليفل، رغم انه اني جوست قاريهم حاجات قاريهم يعني. هم يا معلم يقولك شيخ شيخ يقولك شو هو فيدي جديد يحكي معنا في نفس، نحكي معنا في نفس المواضيع يا معلم. وذاك علاش ريال مون تلقاهم يدزوا معاك للاخر كي نهز تليفون يقضي ولي الحكايه اللي ما تخطرش على بالك يقضي، وهذه تبداش في قلب الوزاره الفلانيه يقضي من دي تروك سامبل. هكا علاش كي نقول لكم راهم لي تاج لي ديتاي لي ديتايس ذوما نتاع البروفيل انتربرونور راهم دي ديتاي صغار، اما راك باناليزيهم تك تشا تشا كيما فاستين. وهذه انك تقرا شويه على الاقل كل نهار باش على الاقل كي تقعد مع جماعه بيزنس، خاطر جماعه البيزنس اون جينيرال ما يضيعوش وقتهم بالطريقه هذيك، عندهم راهو جزء ترفيهي والكل. اما باش نعطي لكم سر، جماعه البيزنس اون جينيرال يتفرهدوا كان مع اللي فامي نتاعهم كهو، هذه ياخذها قاعده معناها كان قاعد في القهوه مع شكون راه عارف انه ما تقعد تلقى جماعه البيزنس في القهوه تلقاهم يحكيوا على الخدمه ما تلقاهمش يحكيوا كيمشي يتفرد يتفرد مع الفاميت وكهو معروفه الفورميولا ذيك واضحه معناها فورميل واضحه غاد. هذاك علاش يا جماعه ديفلوبيو هالنقطه ذي ديفلوبيو هالنقطه ذي باش على الاقل كي تقعد مع شكون تقعد ما بالحق معناها حصيل. بريف نجيو توا للي ديتاي التقنيين شنو اللي يخلي الناس تفشل في البروجيات نتاعها، ان شاء الله تكونوا قاعدين تستفادوا. شوف نحكي معاكم كوخيان كما قلت لكم راه كنت ماشي للمول ومن بعد قلت يسيب عليا نحل لايف وموج وبارطاج معاهم حاجات، معناها راني نحكي معاكم بالحق كوخيان معناها دونك ما تغشوش الجماعه اللي كيش بتطلع فاصل الكوره كهو جماعه حصيلوا ان شاء الله تكونوا قاعدين تستفادوا. بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم مع اصحابكم باش يقعد اللايف مسجل في صفحتي على الفيسبوك دونك الناس تحب تستفاد. جوست حطوا لي في كومونتير قاعدين تستفادوا سافا قاعدين تلقاو في معلومات، خاطر مانيش نراه فما جماعه كاينهم نتفليكس فما جماعه شكون فما شكون قاعد يتفرج في اللايف. وذاك علاش ما نحبش نحل اللايف بالايفون خاطر ما نحبش التصويره تبدا هيك مريقلة معناها توني ماني رجعت نحل في اللايف بالايفون خاطر نحب اللايف بالتليفون الاخر باش الشعب يركز مع المعلومات. توا بدلت شويه خليت نصيحتي شكون قال لي نسالش دونك فما شكون توا يتفرج يقول لك تصويره يا تصويره مزيانه اون فينو كيما نتفليكس دونك انا نتفرج. باهي جماعه باهي جماعه سي بون حد لنا واضح نكملوا
كملوا يا جماعة، حطوا لي يس في كومنتير، حطوا لي يس في كومنتير، كان ناويين نكملوا حطوا لي يس في كومنتير. خلينا نشوف جماعة ناشطين، فما شكون راقد، فما ميرسي 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 ميرسي. انا نستفاد من عندك من 2017. مرحبا دبرة جيش حبيبي، يمشي شويه ويقص كها واللايف خاطر ياكل في البونت باسونت بتاع الواي فاي الكل. نكملوا حطوا لي يس يس را 50 يس، نكملوا هاي را 50 يس في الكومنتات ونكملوا هاي. بهذا كان الجزء الاول اللي هو الجزء مربوط بالسوفت سكيلز، مهارات شخصيه. طيب شو نمشيو شنو هو الحاجات التقنيه اللي يلزمها تكون عندك باش ما يفشلش البروجي، خاطر مع الاسف را 50 يس في الكومنتات ونكملوا. جماعة التيك توك يجيهم على الفيسبوك، يا جماعة التيك توك اللايف راهو على الفيسبوك، اللايف راهو على الفيسبوك باش يبقى لكم مسجل. جماعة التيك توك اللايف راهو على الفيسبوك، يجيهم على الفيسبوك باش يبقى اللايف مسجل، تنجموا ترجعوا المعلومات من الاول. خاطر على التيك توك كنسكر تيك توك يختفي اللايف، دونك يجيو جارية للفيسبوك. وين في الفيسبوك؟ باجي بنفس الاسم، يكتبوا علوان الاكسبير تونيزيان تطلع لك باج فيها 100,000 فان. شنو اسم الباج؟ اسمها علوان الاكسبير تونيزي. اكتب علوان، علوان اكتب اسمي نفسه في التيك توك تيطلع لك. اوكي، الحاجات التقنية تا حليت بروجي، هذه مثلا الناس اللي بروجيتها تفشل، تك تك بسكوي تيح، بسكوي بسكوي بسكوي. اليوم فما ناس تحل قهوة وتفشل، فما ناس تحل رستوران يفشل. اخسر كان حليت قهوة ولا رستوران ولا بوتيك ولا كشك، بوتيك نحكي دبش كوسميتيك اللي تحب عليه، ولا كشك ولا عطريه، وفشلوا هذوما لي بروجي هذوما اللي ذكرتهم توا راهو بالحق. سامحني والله، الله غالب عليا وعليك، خاطر الفلوس اللي حطيتها الكل كان مشيت انفستيت فيهم زوز ولا 3 ملايين، عملت فورماسيونات دروات يا غوش، مش مهم تعمل دي فورماسيون يمين ويسار، تسمع كلمه منا 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 من عند عبد دي سبيسياليست، راك ما خسرتش الفلوس هذيك. بروجي بادي ما غير اتود دو بروجي، ما غير اتود دو بروجي راهو بروجي باش يفشل اليوم ولا غدو. اسف، بروجي بادي ما غير اتود دو بروجي راهو باش يفشل اليوم ولا غدو. سؤال، نجم تعمل اتود دو بروجي وحدك؟ نعم، على انترنت توسع بالك 72 ساعة افون على انترنت تتعلم كيفاش تعمل اتيود دو بروجي. ما تعملش اتيود دو بروجي باش تاكل العصا تو او تاغ. كيما شخص ما نعرفش، شخص بدنه متقلق ومش عارف شنو هو المقلق، في بلاصه ما يعمل بيلون باش يعرف شنو هو عنده وش ما عندوش، لا يبقى مزام مدورها زيت زيتونه وعسل واحد ورنتي البروبليم الله اعلم وين. ما غير اتود دو بروجي، بروجي ما ينجحش لا اليوم لا غدوه ولا بعد غدوه. هذه حاجه يستهينوا بها برشا ناس، ان من الناس نكرهها. 2016 نخدم في البلان دافير، نغزل من داخل، نغزل كل بلان دافير وفينونس وتابلو وامورتيسمون، نغزل. صفقوا علوان علاش الشركه نتاعو مازالت موجوده بعد 8 سنين؟ على خاطر اتود دو بروجي هذيك، رغم اني ما خدمتهاش على قاعده. هذاك علاش ليتود دو بروجي، مجرد ما تخدم ليتود دو بروجي يفيتي لك دي ريسك. علاش؟ خاطر فما دي ريسك نتاع فشل البروجي حسب نوع البروجي، ما فماش حاجه قاعده. فما حاجات تتسبب في فشل بروجيات معينه، الحاجات هذيك تظهر ابارتير من العام الثاني. دونك انت تتغر العام الاول برشا فلوس سافا، كيما بروجي الدبش، في بالك تلانسي بروجي تبيع في الدبش، ها جو برشا فلوس برشا فلوس برشا فلوس برشا فلوس برشا فلوس برشا فلوس. بعد العام الثاني، بعد عامين خدمه، هفوه، ثم هفوه يعملوا فيها تقريبا 90% من اللي راه فيها. قلكم عليها الهفوه ولا اللي بادين بروجيات دبش، قلكم عليها الهفوه ولا اللي اصلا كي يعملها هوب هوب امشي مكتب التشغيل يعملوا لك دراسه مشروع. اميره فما ليسباس انتربروندر يعاونوك في ليتود دو بروجي بلاش، لي سونتر دافير يعاونوك بلاش، ماهيش مشكله تدخل على انترنت فما لي لوجيسيي اللي اليوم اللي يعاونوك تعمل ليتود دو بروجي من دارك جاوك به. ماهيش بروبليم تاع البروبليم، هو الشعب يستهين بالليتود دو بروجي، يستهين بها ليتود دو بروجي. ايتود دو بروجي راهي بالرسمي تيفيتيك تيفيتيك المشاكل، تيفيتيك المشاكل.
اغلب اللي يحلوا بروجي كوميرسيال دبش حاجه فيها فون تك 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 تك، شنو الغلطه التيبيك اللي يعملوها؟ قولكم لو قولكم قولكم لو قولكم حتى اون جينيرال يعني من اللي راه الغلطه التيبيك نعرف البروجي. تعرف ما وش معناها بروجي تحدي يبيع في دبش ويبيع في الحاجه كوميرسيال، راه يدخل في اقل شيء 200 مليون في العام شي فرد افير. في العام الثاني عندك ديجا معناها بين العام الاول والعام الثاني عندك 400 مليون شيفر دافير، راه تبيع في المراو وتبيع في الصباب وتبيع في الواحد، راك تعمل دي شيفر من نوع هذا في بروجي دبش. راه بروجي دبش فيه برشا فلوس خاطر ان برودوي كونسومات. قولكم الغلطه شنو هي؟ يمشي يشري كهرباء ومش كوميرسيال باش يخدم بيها، يمشي يشري كهرباء باش يحوس بيها. كي تشري كهرباء ماهيش كوميرسيال للبروجي، هذوما في انواع للبروجي كوميرسيال، وخاصة دبش خاطر ريتهم برشا، ريتهم سواء تصنع ولا تشري وتبيع نفسه، دونك ماكش داخل برسمي القوي معناه بيمشي يمشي يشري كهرباء. كي تشري كهرباء تفكرها الفازة هذيا، كي تشري كهرباء في العامين الاولانيين بتاع بروجي كوميرسيال تبيع دبش صبابط اللي تحب عليه، تشري كهرباء في العامين الاولانيين مسيت فلوس الشركه الربح نتاع الشركه مشيت شريت به كهرباء سبع سنين وانت عندك نزيف مالي في البروجي، سبع سنين نزيف مالي في البروجي نتاعك. بطبيعه مانيش نحكي على واحد داخل البروجي ولا بيس عليه اوريدي وجاوب به، نحكي على عبد بدا براس مال محترم ويمشي خاطر الفلوس هذيك نورمالمون تنجكتيها في البروجي. الفلوس اللي تدخل للبروجي، فلوس اللي تجي من البروجي مربوح البروجي تاخو منه سالير وتعاود تنجكتي تطور البروجي. تمشي تشري كهرباء 50 60 70 80 مليون تي حتى ان شاء الله شريتها ب 40، سبع سنين نزيف مالي في البروجي ما يترقعش. سبع سنين يكون خير ديجا كي تمشي الاكسبير في الفينانس يقول لك سكر البروجي وبرا حل يدخلوا في راس المال صحيت ازدهار ما يفيقوش بها الفازا ذي. البروجي كوميرسيال من الغباء اغبى حاجه انك تدخل في راس المال. دخلت في راس المال نزيف مالي اقل شيء سبع سنين، سبع سنين ما يترقعش، ما عادش يترقع البروجي، ما عادش يترقع. وتبقى ديما ما تفهمهاش راكا لين تقابل حد في الفينانس يجبد لك بالورقه والستيلو. هذاك علاش نقول لكم ليتود دو بروجي مهمه، ليتود دو بروجي مهمه. كيفاش سبع سنين نزيف مالي؟ برك كونسلتي ان اكسبير في الفينانس، نعطيك جوست لنا الفكره وانت كونسلتي ان اكسبير في الفينانس. خاطر نورمالمون عندك ايتود فينانسيير في ليتود دو بروجي، تعرف انت ديجا البروجي نتاعك قداش لامورتيسمون قداش لانفستيسمون كل عام يلزم يصير، قداش عندك المرابيح والمرابيح وين يلزمها تنجكتيها. دونك بالرسمي معناها هذا سوجي نتاع يلزمك. ربي معك يا سي ان شاء الله لك يعني هاني جو بارطاج. انت ماذا بيك تمشي تاخذ كونسلتاسيون تاع فينانسيير ينصحك بيه. دونك ليتود دو بروجي فما انواع نتاع دي بروجي يلزمهم ايتود دو مارشي. شكونهم انواع لي بروجي؟ انواع لي بروجي اللي يبداو ما فماش كيفهم، معناها شخص مثلا ظهر له انه ما فماش في رويد مير في الزون هذيك، ظهر له يحب يحل ريستورون في رويد مير، لازمك تعمل ايتود دو مارشي. وليتود دو مارشي تاخذ شويه وقت بيان سور، تنجم كونسلتي انترنت تلقاو دي فورماسيون في الدومين اكسيتيرا. من بعد نجيو توا اهم زوز مهارات تقنيه، ما فماش كوميرسياليزاسيون، ما فماش ماركتينغ، معناها ما فماش فلوس. ب كي تبدا انت صاحب المشروع، انا باش نقرا مانجمنت ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق تسنيم، ما فماش كوميرسياليزاسيون وما فماش ماركتينغ، ما فماش فلوس في البروجي، معناها البروجي نتاعك ني باش يدخلهم الفلوس بالزهر بالمعارف نتاعك، ما يدخلوش الفلوس ما غير ماركتينغ وكوميرسياليزاسيون. والجرو ومظاهر مش باهية، ما فهمتكش ازدهار، ما فهمتكش ازدهار، ما فهمتكش ازدهار. ياسين كونسلتي اكسبير ان فينانس، يعني راهو عندي كونتابلي نتاعي وعندي اكسبير ان فينانس كونسلتي فيهم، معناها يعني بيدي مانيش باش نعطيك الديتاي بالشيفر، معناها انت والحاله نتاعك، معناها انت شوف هيك علاش ديما ننصح. ما فما حاجات راهو ماذا بيك من ما تلعبش بيها، مثلا كونتابيليتي نتاعك خلي عندك كونتابلي معناها ينصحك اكسيتيرا، خذ فورماسيون في الكونتابيليتي ميساج
اما مع ذلك عطي خلي ديليغيهم الحكايه هذوكم فهمت من الاول تلقى راه زاد شكون يسيس اكسيتيرا نجيو ما فماش فونت وماركتينغ وانفستيسمون مع الاسف الماركتينغ والفونت يصير لهم انفستيسمون كانك انت باش تبيع كيفاش نولي انتربرونور ناجح عاود ارجع اسمع اللايف من الاول وما تعملش الاغلاط اللي قاعد نقول فيهم ديجا دونك من بعد نجيو 5 سنين الاولانيين نتاع البروجي هذه ديجا باش نسهلها لكم اللي حالين بروجي مهما كان نوع البروجي الخمس سنين الاولانيين التحدي نتاعك هو انك تبيع لو ماكسيموم وتكبر البورتفوليو نتاع كليوناتك وهذا الكل شنو ماركتينغ و فونت بالطبيعة البرودوي هذا ما نحكيوش عليه يلزمك ديجا يكون دو كاليتي وتكون قاعد تطور فيه اما الخمس سنين الاولانيين باش تنقض روحك خمس سنين الاولانيين الماركتينغ والفونت سجلوا اللايف اللايف مسجل على الفيسبوك هذاك علاش قلت لكم اللايف ما حليتوش تيك توك حليته فيسبوك باش يبقى مسجل دونك ماركتينغ وفونت ما فماش ماركتينغ وفونت ما فماش خدمه ماركتينغ وفونت ما يتعاملوش بالزهر ما فماش واحد بالزهر فماش واحد بالزهر فماش واحد يعرف يسوق ويبيع بالزهر ما فماش مستحيله 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 هذاك علاش وحده منهم يا اما تمشي تقرا وتتعلم يا اما تركروتي شكون يا اما باش تخلص عبيد بالكوميسيون اللي ما ننصحش بها برشا على خاطر كي يفصع يهز لك سر المهنه وما عندكش معاه انجاجمون يكري خاطر ان سالاري تنجم تحط له كلوز في الكونترا ممنوع يخرج اسرار لي ديتاي كونفيدونسييل نتاع الشريك لكن رغم هذا الكل كاونتربرونور خلاصه كاونتربرونور يلزم عندك شويه مانجمنت شويه فينانس شويه كونتابيليتي شوية برشا ماركتينغ وبرشا فونت خاطر هذوما زوز اللي دخلوا فلوس اوكي وتخدم على لي سوفت سكيلز هذوكم اللي هي ما تختفيش شهر الفات صرف 1.5 مليون يعني على فورماسيون تاع كومينيكاسيون اني كومينيكي وصافا وجوي به والنيفو نتاعي قاعد يجيب لي فريزولتا ما تقفش فما اليوتيوب فما الكتب فما الويه بالحق معناها على بلاص باش تشري بيتزا انت بك الحسبة برا مشي خذهم الكتب في المول لهم في المول تلقى الكتب طايحين في الواحد يعني يطايحون بالمارفي تلقاهم بثلاثين واربعين دينار عاملين دي فو كوبي هما من اللي مارك اوريجينال هم فهم مكتوب على الانترنت تلقى مرسي فيريال اللي قاعدة تبارتاجي في اللايف اعطينا تكنيك ماركتينغ لي تكنيك ماركتينغ هي باجي كلها نحكي فيها كان على الماركتينغ ديجيتال جوست اللايف هذا خرجت شويه على الموضوع تكنيك ماركتينغ تجي تشارك معنا في البروغرام ديجيتال سكسس نعلموك اللي لازمك الكل ديجا سي با لو سوجي نتاع اللايف ما حبش نحكي على حتى حاجه باش نبيع فيها في اللايف بغيف مالغري عندنا فورماسيون في الانتربرونيريا ما نحكيش عليها وعنا اقوى فورماسيون ماركتينغ ديجيتال ديجا كي ترجع للباج تنجم تلقى غادي المعلومات هذيك الكل اللايف الهدف منه ما كانش جمله اني باش نحكي على اي بروجرام شنبي وحبيته لايف دو بارتاج خاطر الاغلاط واللي ديفو الصغار هذوما اللي يظهروا بسطاء غاديين يتسببوا في ناس تخسر في فلوسها يا معلم راك تحط 100 مليون في بروجي وما تنجمش تصرف زوز ملايين تعمل فورماسيون باش تتفادى الحكايه هذيك راه شيء هبل ما نتصور انت بروجي فشل على خاطرك ما تعرفش شنو هو لازم للبروجي باش ينجح معناها تتخيل انت اليوم خاطر فما انواع نتاع بروجي تاع قلت لك معناها فما انواع تحل قهوه يقول لي فشل البروجي انا فشل نتاعي ما فماش قهوه تفشل في تونس تفشل كاينين انت الله غالب عليك من الاخر معناها ريستوران فشل انا فشل نتاعي يا معلم ريستوران فشل بوتيك تبش فشل انا شو تعمل حليت عطرية فيش لأنا عطرية تشبيك لي بروجي كونسومابل بازيك مستحيل يفشلو تقولي والله ما حبيتش ننفستي في ديكور مزيان مش مهم الديكور المزيان نقولك اوكي والله ما حبيتش نعملو من الاول اوفرتير طيارة ونسوق ونعرف بيه اوكي والله من منش نواني يلزمني نعمل دي زوفر ودي برومو ونخرج ساعات جراتويتي باش تدور الدولة اوكي والله من منش انه يلزمني نحط جيران كي اني منيش موجود نحط جيران ونخلصو صالير باهي باش هو ما يسرقنيش ويتبع لي الخدام باش ما يسرقونيش في القهوة اما ليه باش نخلص في جيران
يهمو السيرفور عينو عزوز معناها منها جيرة ومنها سيرفور ونخلصو 600,000 وما طاو من الاخر تاو يخلص من البوربوار. من بعد تقول لي علاش القهوة نتاعك فشلت؟ هذوما حاجات كي مشيت عملت لو مينيموم دو فورماسيون كي انت ما تعرفش راك عرفتهم راك قالوا لك كيما نو نو اتون 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 هاو كيش تلاهي بكوجينتك هاو كيش تلاهي بكذا هاو البروجي نتاعك باش ينجح لازمك بارتي ماركتينغ بارتي مانجمنت بارتي كوميرسيال ويزمك تحضر دي زوفر حال قهوة في بلاصة جو سي با الجمعيات اللي دايرة بيك البنوك الواحد الفروع نتاع إدارة الدولة الكل تاك تحضر لهم بنوات صغار تعمل دي ريدكسيون شهارة اوتوماتيكمون سي تان مارشي صرتي مش في بالك والله إذا كحل قهوة ناجحة هاتا نعملو قهوة هاتا نعملو ريستورون كيف هاتا نحلو أجونس ماركتين كيف وتتنج هاتا نعملو 99% من نجاح الماركتينغ لاجونس نتاعي ماهوش مبني على اللي تراو فيه اون بوبليك جمله زاد جمله زاد جمله كان ميزيتيديون في وسط لي فورماسيون يعرفوني ريالمون نستعمل 10,000 كانو 10,000 استراتيجي ونستعملهم كلهم مع بعضهم دو تيت صورت يخليو البروجي نتاعي سوليد هكا علاش ما يفرقش بقيت عام ما نخدمش على فيسبوك وعلى السوشيال ميديا فما عام بقيت مختفي طاحت خدمتي كومبليتمون واختفيت نو ما طاحتش مش بازيك ان مي اجونس راهي انتربريز انتربريز عمرها ما تكونها بازيك على السوشيال ميديا هذوما الكل راهو ريال موكي ديفلوب انتي سوفت سكيلز نتاعك كي تسمع انت اليوم تو انت بكري وين نجبد في ديموكلي نتعمد راهو نجبد ديموكلي فما شكون سالني قلت له برا يمشي يشوف اكسبيرون فينانس عادي كان هو ما عند كان هو ناقص كبروفيل انتربرونور ماهوش باش يمشي اكسبيرون فينانس كان بروفيل انتربرونور حاضر عطاو يمشي خاطر قال لي دخلت 200 مليون ماهوش باش تكيد ويمشي خلص استشاره ب 100 دينار عند اكسبير نتاع فينانس عقلي بينما هي الحكايه هذيك تنجم تنقذوا من مشكله تنجم تخسروا في ال 200 عام ونص اخر تك 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 ديما معلوماتك طيا ميرسي لؤي ميرسي لؤي ديما تشجع انت ديما في تيك توك بلاي كيفاش نتحصل عليك ابعث لنا ميساج على فيسبوك انت هيك على الفيسبوك يا عائدة ام عايشة انت ديجا على الفيسبوك باي جماعة واضح جيسبيغ تمت الاستفادة اللي يسألوا على الفورماسيون ماركتينغ ديجيتال اللي فيها فورماسيون انستغرام تيك توك سبونسورينغ فونت اون ليني كل شيء نورمالمون الجمعة الجاية الجمعة الجاية هو اخر الشهر حصيروا اخر الشهر شنو نعملوا فيها برومو للي انتريسي خلي لنا ميساج بريفي ولا تحت سيرتو خليهم ميساج بريفي سينو ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من لايف سينو معلومات من ذهب مرسي اكتشفتك اليوم ما شاء الله عليك مرسي احمد مرسي هو راه فما برشا لايفات في الفيسبوك ما خاطر ديما راه لايف التيك توك حاجه لايف الفيسبوك هو البلو سيريو لايفات الفيسبوك نركز على خاطر بالرسمي معناها فما عبيد الله اعلم بحالها معناها هي باش لانسا بروجي باش لانسي يشوف في حل حياته دونك جو بريفير انو لينا نخلي لي لايف سيريو بطبيعتهم مسجلين معناها باش حتى اللي يرجع لهم يرجع يستفيد سينو ميرسي بوكو اللي حضروا الكل جوست عاودوا فكروني من اي ولايه تتبعوا في اللايف الناس الكل يعطيك صحه ميرسي جوست عاودوا فكروني من اي ولايه تتابعون هذا اللايف من اي ولايه تتابعون هذا اللايف قدش الوقت تو 4:15 يعطيك الصحة ميرسي يا جماعة ميرسي بالله اسامي كتب اللي صار جا للباج متاعي فما فيديوهات هبطتهم ريكومونديت فيهم دي ليفر معينين صفيقس مرحبا شكرا جزيلا تك 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 موناستير مرحبا وين لوكال لانتربريز مستير وتونس من سوسة مرحبا يعطيك الصحة ميرسي على الدعم والتشجيع ميرسي عادوا فكروني من اي ولاية تتابعون هذا اللايف يا جماعة تونس ومستير وسوسة كيفاش نتحصل عليك عائد ابعث لي ميساج على الباج هذه كانك انتريسي باللي فورماسيون ولا بسيرفيس ماركتينغ مرحبا نوفيل مدينة الجديدة مرحبا من قبل لي سوسة مرحبا توزر سوسة جماعة التيك توك يجيو على الفيسبوك اللايف هانو مسجل على الفيسبوك بين جماعة مرسي مورنيكس فيقس مرحبا اللايف هانو مسجل تنجمو ترجعوا لهم بعد اللي عنده سؤال راس المال ينجم يكون قرض ينجم مصدر التمويل تصرف اي مصدر تمويل يمشي اي مصدر تمويل يكون متاح لك
معناها يمشي معاه وكا وانتي 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 وزاد ما تقصرش روحك برشا معناها وكا الكيف. مرحبا بن عروس، مرحبا تونس. باهي جماعة، ميرسي بوكو على التفاعل. ما تنساش بارتاجيو اللايف لو ماكسيموم مع أي شخص عنده بروجي ولا شخص بادي بروجي حتى صغيرة، بادي على صفحة تيك توك ولا فيسبوك ولا انستغرام. كان لايف نتاع بارتاج الامبروفيست، صدقوني الامبروفيست، ما لا محضر له ولا شيء، جوست كنت ماشي للمول باش ندور، قلت على بلاس باش نمشي نضيع وقت، غادي ناخذ حكاية يخبر خلينا نحل لايف نبارتاجي معاهم ويستفيدوا معنا. سينو ميرسي بوكو. اللي عنده سؤال في الماركتينغ ديجيتال، سؤالات راني نجاوب كان على سؤالات الماركتينغ ديجيتال. تو راني ساعة هيك نبارتاجي شوية من حاجات خاطر عندي فيهم معلومات، أما روعة الباجة هذيا نجاوب كان على سؤالات في الماركتينغ ديجيتال. فيو هذاك هو سيرفيسنا، هذيك هي الانتربريز نتاعنا شنو هو فيها وهذاك شنو نخدمو، دونك ما نجاوبش على السؤالات الآخرين، نجاوب كان على سؤالات خاصة بالمجال نتاع سيرفيس الخدمات نتاعنا اللي هو ماركتينغ ديجيتال، ايفونت اونلاين، سبونسورينغ، انستغرام، تيك توك، سوشيال ميديا، الكل، عالم الديجيتال الكل. دونك اللي عنده سؤال ابروبو الماركتينغ ديجيتال يخليه، راني ما نجاوبش على سؤالات الخاطئه الحاجه هذا الكل. دونك ميرسي بوكو. كان معكم علوان عوين اكسبيري كونسلتون ماركتينغ ديجيتال. كما قلت لكم نورمالمون فان دو موا نعاودو لانسيو برومو في البروغرام ديجيتال سكسيس اللي اقوى فورماسيون تجم تعاونك باش تتعلم مهارات الماركتينغ ديجيتال، والا اذا كان عندك بروجي تقوي الفونت اون ليني على لي ريزو سوسيو الكل. بغيف تطلقوا لي ديتاي على الصفحه ان شاء الله. وكان عندكم دي سوجي نتاع دي لايف جايين، ولا خلينا نسال توا شنو حسب رايكم شنو هما لي سوجي اللي ماذا بيكم نعملوا عليهم دي لايف البريود الجايه. 30 ثواني خليكم تحطوا لي سوجي ومن بعد نسكر اللايف. شنو هما لي سوجي اللي ماذا بيكم نعملوا عليهم دي لايف؟ ميرسي بوكو الياس، انت زاده، ميرسي على الدعم، ميرسي للناس اللي تتفاعل من بكري. قد فما عبيد ماهيش كي ماهيش نتفليكس قاعد تتفاعل، فما ناس مش في بالو نتفليكس يتفرج على اللايف. دونك حطوا لي في كومونتير، خلي لكم ميرسي ابتسام، ميرسي. دونك خلي لكم حطوا لي في كومونتير شنو هما لي سوجي اللي ماذا بيكم نعملوا عليهم دي لايف بريود الجايه. قول لي انا زاد على الفورماسيون. اوكي دي ميرسي، تري ساتيسفي، ميرسي والله سي بيان سي بيان. الناس بارطاجي. عبد القادر ميرسي. مصدر تمويل فكره المشاريع الصغرى تك تك تك. البقيه حطونا في كومنتير. سينو ميرسي بوكو، ان شاء الله بون ويكاند للبقيه، نلتقي في لايف جديد ان شاء الله. كان معكم علوان عوين اكسبيريوم او ماركتينغ ديجيتال، نلتقي في لايف لاحق. تشاو.